call me a god. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. في فيديو اول فيديو يكون في الموسم الاول, لانه الموسم الاول رسميا بدا اليوم بالتحديث اللي نزل 2.77 جي بي. بنتكلم نظرة سريعة عن هذا الموسم والحاجات اللي نقدر نشوفها في البداية. ضايفين بعض الأسلحة, بعض الدروع. شفت الدروع انا صراحة اول شيء دروع السفينة الارمرز, وكذلك عندنا هذا المهرب اللي خلفي بروح أكلمه الحين وبيكون في كات سين. بس في البداية نخطف على السريع على هذه الأشياء الجديدة. إذا كنت ما متابع القناة فأتمنى أنك تضغط على زر السبسكرايب وتضغط على تفعيل الجرس التنبيهات. إذا كنت من القراصنة أوريدي في هذه اللعبة فرح تعجبك القناة, أو أنك راح تستفيد من القناة بلا شك. إذا كنت لست قرصانا بعد, إذا كنت بعدك ما قررت إذا كنت بتشتري اللعبة أو لا, فكذلك تابع القناة وبتشوف كل جديد في اللعبة, وإذا تحمست لها إن شاء الله بتأخذها. اللعبة بالنسبة لي لعبة قريبة من التوقعات, خصوصا بعد الخذلان اللي صار من التأخير دائما, فقريبة من التوقعات, وأتوقع أنها مع الزمن بتتطور وبتتحسن كثير. في البداية نروح نشوف على المخطوطات الجديدة واللي هي بتعطينا فكرة عن الأشياء الجديدة. فهذه عندك المخطوطة الأولى, سفينة بارك, مكافأة تذكرة مهرب. عندنا تذكرة مهرب اللي عطونا إياها على بداية اللعبة. أتوقع اللي طالبين البري أوردر, أو إني لأني طالب البريميوم ما متأكد. بس هذه هي السفينة, نظرة عامة عنها. سرعتها أسرع من سفينة أسرع من هذه السفينة وما أسرع من هذه. هذه أسرع 18 سرعتها, هذه سرعتها 12 أو 14, والجديدة سرعتها 15. تحمل الهيكل مالها أقوى بألف بعد كذلك, يعني شحناتهم متقاربة أو متساوية, قدرة تحمل 100%. وعندنا هناك السرعة العادية نفس الشيء 11 و11, بس سرعة الموائمة هي السرعة الأعلى. عندك ميزات للسفينة تقدر تقرأها هنا عن سلاح الإصلاح. أبدا ما استخدمته صراحة, ما أتوقع في شخص يستخدم سلاح الإصلاح. بالنسبة للعتاد نفس الشيء, 5 أماكن تقدر تضيف فيها. وبالنسبة للفرنتشر أو الأثاث نفس الحالة, تقدر تضيف 5 أشياء. هذا بالنسبة للسفينة الأولى. أدوات الربان ما تغيرت, هي نفسها. بالنسبة لأسلحة السطح, أسلحة سطح السفينة يبدو أنهم ضافوا كالفرين, لأنه الديمي المحسن ما تغير في اي شيء. بالنسبه للكلفرين هذا البازيلسك اتوقع موجود من قبل. فالاضافه الكارونيد وقوته 120, قوته جباره جدا, ضربته حتى اقوى شيء. انا اتذكر اني لما خذيت هذا الكلفرين كان اقوى سلاح في, ايوه كان اقوى سلاح, اتوقع حتى عنونت الفيديو انه اقوى سلاح, لكن ذاك سلاح الطويل. فنفس الشيء عندك بنفسجي, اتوقع ايبك ملحمي, اتوقع ايبك, 50% من الضرر في اثناء ضرر القسيم اللي هو الكريتيكال هيت, لما تكون فيه اللي هي الغرق او الزرقاء, الميزة الزرقاء. الاغراق اضافة 10% من الضرر. كذلك عندك المياه, هذه ما دائما تشوفه, العادة على حدود 60 او 70. والنقطة الضعف 150%. يركب على كل سفينة طبعا. هذا الكلفرين المضاف, قلنا ما في مدفع ديمي مضاف ولا في هنا اي اضافة. نفس الشيء اللي موجود من قبل, التوربيدات نفسها اللي موجودة من قبل. ذاك ارث رحمة, ليش مكتوب, وش المسمى اللي مكتوب عليه, ما تذكرته. مرقام رافعتين من قبل موجود, 130 صح من قبل. وكذلك النيران من قبل, المفروض انهم يضيفوا, او هاي الطيف الازرق اللي هي تشتريها من الزنزانة. فبس الاضافة هنا الاسلحة البديلة, ضايفين مدافع هاون. بالنسبة للصواريخ نفس ما كانت بالضبط, مدافع الهاون ضايفين لنا هذا المدفع ب 58, كان توب 50. الحين لوفيليو
من المدير بالكابوتا في تلوك بنجارة أو من البون موي. فهذا تقريبا أنك تشتريه أما بالعملة الذهبية اللي هو الدولار الإسباني أو العملة الفضية اللي يعطوك إياها من الموسم. قوته أضعف من هذا وأقوى من هذا وأقوى من هذا صح؟ 14 إعادة تلقيم في 20%. المدى 600، فتوقع المدى نفسه دائما، والإطلاق نفسه اللي هو على كل 20 ثانية. أبخرة سامة للتعفن، توقع يمكن يكون المقصود بها نفس الشيء السم اللي يطلع من الموسم الجديد، لأنه مثل ما شفتوا شعار الموسم الجديد أو عنوان الموسم الجديد على اسم الشخص المعادي لنا أو العدو أو الفيلن اللي هو لابستي أو لابست. فأنا اللي قريته كانت مكتوبة باللغة الإسبانية لابست، بس ما أعرف، أو لابستي ما أعرف، أتوقع قصدهم الماضي أو إنه يكون قصدهم الأفضل. هذه هي ميزات السلاح. ضربته 1200 و300 مع تفجير 1800، فهذه حاجة حلوة. نفس توقع هذا الميزة، ميزة التفجير اللي هي تنفجر قبل الوصول بشوي. بس هذا ما كان فيه، هذا ما فيه تفجير. إذن هذه هي ميزات السلاح. الكريتيكال هيت 100%، فتكون فقط عبارة عن 200% أتوقع، الإضافة 100%. نطاق تفجير 50 متر، فلو نقارنا هنا فيكون نفس الشيء. سرعة القذيفة 1 متر في الثانية. جميع أحكام السفن. الدروع اللي لاحظت أنه ضافوا درعين، ما في حاجة هنا فوق إلا هالدرعين بنفس القوة، واحد اللي هو وقاية النحيب بنفس القوة بس أقوى شوية في الدرع، يعني نفس الليفل لكن أقوى شوية في الدرع. يفيدك في النار، وهذا نفس الشيء. أوكي، عندنا الاختراق ما كان موجود، فالحين ضافوا في الاختراق مقاومة للسموم، فتقدر تنافس بهذا الفيلن الجديد. استنزاف قدرة التحمل يساعدك بنسبة 40%. أما هذا الأقوى، عاد هذا أقوى شيء 420 وقاية الغضب. نفس الشيء في الاختراق، النار أقل 15%، إغراق وتفجير 25%، وعندك عند تعرض سفينة للاستهداف في أثناء التحصين تطلق سحابة ضارة حول سفينة تلحق 3000 من الضرر السام لأي حد يعني يتابعك. فترة تهدئة 10 ثواني. فهذه تقدر تستخدمها إذا كنت تأخذ اللي هي double or nothing اللي هي المضاعفة لما توصل الذهب وفي شخص يتبعك من المنافسين الأونلاين. فهذه تقدر تفيدك إذا كان خلفك لما يوصل فيها راح تضرر 3000، بس مدة تهدئة يعني على كل 10 ثواني نفس الحال، يعني سريعة جدا. لما تضرب، فأنت دائما ما تريد إنه حد يضربك، بس لما تضرب تستخدم هذه القوة. تباع في تلوك بنجارة. فهنا عندنا بعد الأثاث، أتوقع الهجومي أو إني أنا أصلا ما تابعته قبل، أظن ما في حاجة جديدة هنا. وكذا نكون خلصنا بالنسبة لهذا. أتوقع في هنا شيء ثاني. طبعا خلصنا هذه المرحلة أو هذا الريد آيل. الحين راح انتقل لأفريقيا طبعا لأنه أقرب. معظم الناس بتفكر أنها تنتقل لجزر الهند الشرقية، بس صراحة شفت فيديو وأحاول أني في أسرع وقت أني أخبركم عنه. بس هذه المناطق لما تطورها لليفل 10 راح تعطيك 4500 كل مرة، 4500 دولار ذهبي. هذا ما مبلغ قليل، لكن ياخذ وقت كبير تقريبا على كل 12 ساعة، ولازم انت تسوي تعبئة دائما، فشوية تكون أصعب إلا إذا كنت سويت عملية التوصيل والتسريع. عندنا هذا ويليام بالوك أو إيش اسمه، ونشوف وش عنده. نفس الشيء من ضمن الإضافة الجديدة. My employer, Mr. Frederick Tune, may be sitting pretty up in New York, but his connections reach all the way to the Indian Ocean. I've watched you rub shoulders with the local kingpins, colluding to plunder the seas and destroy any who might pose a threat.
But how far will your allies be able to carry your ambitions, Captain? Mr. Chulin has great plans for the Indian Ocean. طبعا عين الفضية ذكرتني ب من اسمه كان اللي في Resident Evil 4 اللي يقول لك ويلكم. Someone who will see to it that business runs smoothly, whether that requires discretion. شوف القطة اللي عنده نفسية عندها سكيلتون سكين. القوة الحقيقية. And we'll provide you with all that's befitting a pirate legend, from fancy adornments to enhancements for your ship. But first, to work. It won't be easy. The mega corporations are relentless in their bid to rule, while powerful pirate captains battle for fortune and infamy on the Indian Ocean. One of them is of particular concern for Mr. Julian, a monstrous captain from the Caribbean who spreads plague wherever he sails, turning chaos to his own gain. La best or la peste? La peste. La peste. Not only my employer's business, but that of all freebooters like yourself. You'll need to be ready when the time comes, mate. فمسارات المهرب هي وش هذا؟ مقدم له. Boss seems happy. I guess you can do something right. اوكي طلعت اوريدي انا مخلص واحدة من المهام، تم اكتساب علامة المهرب. وعندنا المرض الافريقي تم عن تدمير سفن المستوطنات بالكامل بفعل سموم انجوانا. هنا تكون لمتابعة هذا لابست. اخبرني بما حدث في الايام الاخيرة او عليك تفقد تذكرة المهرب. اللي هي تقريبا المفروض انها تكون عبارة عن البروغرس مال الموسم، لانه كان في حاجة هنا تربحها من هنا. فهذه هي ابرز مزايا تذكرة المهرب. عندك اتوقع سكن للسفينة او لا الاثاث. هنا قائد المدفعية باستخدام مش هذا السلاح، وهنا الدرع اللي تضيفه في السفينة وشكله كذا يعني سبوكي، كأنه حاجة لل كانها حاجة المفروض انها تكون شهر 11 لموسم اللي هو ايش اسمه الهالوين. فهنا القواعد يقول لك اكتسب على علامات المهربين اللي عطوني اياها قبل شوية والحين عندي واحدة. يمكنك ربح نقاط المهربين عن طريق اكتساب الشهرة او اكمال التحديات. نظير كل 1000 نقطة من نقاط المهربين المكتسبة يمكنك الحصول على علامة مهرب واحدة، ما يتيح لك فتح مستويات في تذكرة المهرب. استخدم علامات المهربين لديك. يمكن استخدام علامات المهربين لإحراز تقدم المستويات في مسار المكافأة، والحصول على المكافآت يجب فتح كل المستويات في المسارات، نفس البروغرس اللي متعودين عليه في كل مكان أو في كل الألعاب. وعندك 90 يوم الكول داون. القواعد كانت قبل هذا التحديات اللي تخلصنا عشان يعطوك النقاط، وكل ما تجمع 1000 نقطة يعطوك واحدة من علامات المهرب. المواجهات والأسبوع أو الموجة 1 سيزن 1 أو ويف 1 قصدها 90 يوم، فالمفروض السيزن 1 بس ترجمه مكتوب ويف 1 لا 30 يوم. أوكي الموجة الأولى 30 يوم، وتخلص هذه المهام العادية. أتوقع أن المفروض أقرأ حاجة هنا اللي هي مثلا في الأعماق ولا مال الزنزانة. بس سيطرة على الوباء لا، فقط مختصة بالسيزن 1. وهنا عندك الأسبوع الأول، هذا تتجدد بشكل أسبوعي، وهذا تتجدد مرة كل 30 يوم. فتحاول تخلصن لفتح المكافآت، وهنا عندك المكافآت. هذه القطة على ليفل 90 ولا أوكي وش اللي كنت اشوفه قبل شوي؟ اوكي كنت اشوف الاتمام اللي هي ال 90 ليفل 30 30 30 اللي هي على الايام ولا
نشوف وش عندك. بعض من الأثاث عندك، ماتيريال عندك، القطع الذهبية هذه، عندك اللافتة اللي تعلقها في السفينة في الخلف، وبعض الكستمايزيشن على الليفل 14 كستمايزيشن معظمها. عندك مخطوطات، حاجات شكلية، وعندك $1000 إسباني. يعني هل هذا مكافأة لليفل 30؟ عندك بعدين قائد المدفعيين، وكذلك كستمايزيشن للناس الموجودة وبعض المدافع. وخلنا نشوف مثلا هذا، هل تقدر تشوف قوته؟ الكارونيد، اسمه كارونيد اتوقع، وهو كالفارين، توربيدات ليفل 3 ممكن انك تستفيد منها، بس ما اتوقع اذا كنت تلعب اللعبة باستمرار اتوقع انك اوريدي وصلت لليفل اعلى. فهذا لفورتريس، هل هو اللي شفناه قبل شوي؟ بتأكد بعد شوية. هذه هي الجوائز عندك، هذه وقاية نحيب اتوقع، هذه اللي كانت ليفل 420. هذا اللي شفناه قبل شوية، اخبر ما حدث في الايام الاخيرة. عاد هنا تبدأ ستوري اللي هي ستوري سيزن. بس نتأكد من المخطوطة اللي شفناها قبل شوية، النحيب، لا وقاية غضب. هل الأسماء مختلفة أو الأمير الأسود؟ لا الأسماء نفسها. لفولت يعطوني هذه، وين النحيب؟ والله أوكي هذا يعطوك. ليفل 400 اوريدي عندنا. عندنا الأمير الأسود، وعندنا واحدة ثانية من نفس الليفل. هذه الاضافات اللي الحين اشوفها في اللعبة. طبعا مع التقدم في المستوى تقدر تشوف حاجات زيادة. هذه العلامة ما كانت موجودة، ظهرت لي الحين. فاذا جينا هنا يمكن تبدأ المهمة، مهمة السيزن، او متابعة هذا الشخص اللي يتعالى بيست. بكذا نهاية الفيديو. اتمنى انه تضغطوا زر السبسكرايب، زر لايك، تفعلوا جرس التنبيهات، ونشوفكم فيديو اخر. هذا فيديو استثنائي ما بيكون من ضمن الجيم بلاي بلاي ليست، بس حبيت اتكلم فيه عن السيزن. والسلام.